تحياتي وسلامي إلى جميع الأصدقاء والمتابعين. هذا الفيديو عندي أغنية نازلية نازلية للفنان شوان هروب. الأغنية جاية على مقام الكوتشري البطيء أو الجورجينا، على مقام البيات تقدر تعزفها. ريشة الإيقاع الكوتشري، طبعا أنا قبل نشرتها. دوزان الصوص طبعي مثل كل مرة، دو فا دو. بدي أعزفها بشكل سريع، في الأصدقاء طلبوا مني كيف تنعزف الريشة مع الأغنية. هاي طلعت إيدي مع الريشة قبل ما أعزف، بدي أعزفها بشكل سريع بعدين نقسمها. قسمت الأغنية على أربع أقسام. المقطع الأول سي سي لا لا سول سول سي سي لا سي لا سول فا، تمام. سي سي لا لا سول سول سي سي لا سي لا سول فا. عيد المرة المقطع الأول سي سي لا لا سول سول سي سي لا سي لا سول فا. سي سي لا لا سول سول سي سي لا سي لا سول فا. سي سي لا لا سول سول سي سي لا سي لا سول فا. عيد مرة ثانية سي سي لا لا سول سول سي سي لا سي لا سول فا. هاي المقطع الأول من الأغنية. المقطع الثاني فا سول سول مي فا، عفو، فا سول سول مي فا فا سول سول فا مي ري ري. المقطع الثاني فا سول سول مي فا فا سول سول فا مي ري ري. هاي الشكل. تنعزف هاي الطريقة فا سول سول مي فا فا سول سول فا مي ري ري. المقطع الثاني بنعيد مرة ثانية فا سول سول مي فا فا سول سول فا مي ري ري. هاي المقطع الثاني. نروح على المقطع الثالث مي فا فا ري مي مي فا فا مي ري دو دو. مي فا فا ري مي مي فا فا مي ري دو دو. هاي الشكل تنعزف. هاي الشكل بنعيده مي فا فا ري مي مي فا فا مي ري دو دو مي فا فا
المقطع الرابع والأخير. ري مي مي دو ري دو مي مي ري ري دو دو. المقطع الرابع ري مي مي دو ري دو مي مي ري ري دو دو. ري مي مي دو ري دو مي ري دو مي مي ري ري دو دو. المقطع الرابع والأخير ري عفوا ري مي مي دو ري دو مي مي ري ري دو دو. هاي شكل عفوا.